أهلا بكم في جديد أخبار المنتخب الوطني الجزائري محترفين الجزائريين والدوري الجزائري. في هذا الفيديو ستشاهدون الجديد فيما يخص قضية اتحاد العاصمة ونهضة بوسبير. أخبار مفرحة لأنصار اتحاد العاصمة، دائما حسب صفحة زاهر تيوب وصحفية موقع زاهر تيوب، فلنستمع. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه المقدمة لنهار اليوم اللي راح نحكيو فيها على جديد اللي راكو تشوفوا فيه في الإكرون فيما يخص ممثل كرة القدم الجزائرية اتحاد الجزائر. اللي راح نقولكم من هذه المقدمة هي بشارة خير لأنصار ولعشاق اللي راهم ينتظروا الخبر الصار اللي طول ولكن فيها خير إن شاء الله. القضية تاع الكاف المختطف من طرف هذاك السيد اللي مانيش حاب نذكر اسمه، أنه عرف التجديد بعد ما دولة مصادر مقربة أكدت أن الكاف قام بالرد على تساؤلات إدارة اتحاد العاصمة اللي تقوم بدورها وبعمل جبار في الكواليس من أجل رد الاعتبار، رجع حول حقيقة الاستفسار عن خسارة اتحاد العاصمة ذهابا وإيابا بنتيجة 3 أهداف دون رد. طبعا الكاف رجع وكتب 4 صفحات كاملة دون ما يذكر نص قانوني يعطي الحق لنهضة بركان المغربي. كان غريب الرد وعجيب، وأكد 1000 مرة بأنه هيئة موتسيبي يتحكم فيها الشيطان فوزي لقجع طبعا، ونظام المخزن اللي راه يقوم بعمل في الكواليس من أجل الإطاحة بكل ما هو جزائري خالص. كما أفادت ذات المصادر اللي راني نحكي لكم فيها في هذه المقدمة أنه الجماعة الزينة في ظل المراسلة اللي بعتتها لإدارة اتحاد العاصمة راح تستعمل مصطلح فورس ماجور لتبرير قراراتها التي دست على القوانين، وطيلت 4 صفحات اللي حكيت لكم عليها كاملة لم تعلل ولم تشرح الكاف خطواتها وفق اللوائح التي وضعتها في نص أو مادة واضحة، بل بررته بالقوى القاهرة فورس ماجور بأنه كاين ناس هي اللي فرصتها باش تدير هذا القرار في حق اتحاد الجزائر. ومنه نستند حسب هذه المعلومات السالفة الذكر أن المحكمة الدولية الرياضية ستذهب بنسبة كبيرة إلى حل، في حال طبعا لم يقدم الكاف أدلة قانونية مقنعة، إلى إلغاء كل نتائج دور النصف النهائي. وهذا هو البشارة إن شاء الله اللي راح تكون بعد أيام إن شاء الله، مع فرضية إجراء اللقاء بأرضية محايدة، وهو أمر وارد جدا، بشرط برك أنه يتخذ القرار قبل النهائي حتى لا يدخل طرف آخر في القضية. ونخص بذكر نادي الزمالك المصري المتأهل إلى النهائي، وإن شاء الله تكون هذه القضية تلقى أذان صاغية في القريب العاجل لكي لا تتعقد الأمور أكثر. وقبل ما نختم كلامي ما تنسوش بأنه هناك رجال وجنود خفاء بقيادة رئيس الاتحاد السمس من جديد قضية اتحاد العاصمة ونهضة بوسبير. بإذن الله قضية اتحاد العاصمة ستتجه نحو تأهل النادي العاصمي الجزائري إلى نهائي كأس الكاف لمواجهة الزمالك، ومعاقبة النادي بوسبيري بالإقصاء من المنافسات الإفريقية. وأكيد أن قرار الطاس سيكون قبل نهائي كأس الكاف المقرر أمام الزمالك، حيث أكد محامو ألفاف لوليد صادي أن ملف اتحاد العاصمة قوي وبإذن الله سينتصر. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.